تواصل مستمر مشاهدينا ومتابعينا الكرام من هنا من ميدان التحدي ميدان الشحانية لسباقات الهدنة العربية الأصيلة. نتواصل مع انطلاقات أشواط الخير والبركة، أشواط سن الكبار سن الحيل والزمول، وشوطنا الثاني عشر ينطلق على البركة شوط ما قبل الختام الخاص لسن الحيل، ومسافتنا المعتادة والمقررة هي 5 كيلومترات، هي المسافة الحاملة فيها الإثارة وروح التحدي هنا في هذا الميدان. نبدأ مباشرة مع أول المراكز ومن تحتل المركز الأول هذه النجدة من هجن الشحانية مع العملاق سلطان محمد الوهيب يقدم نجدة على أول المراكز. المركز الثاني من الجانب الآخر أرى وأتابع النواعس لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم عبد الله بن طالب محمد بن شفيع المري يتابعها. المركز الثالث النقلة والدور على ثالث المراكز أرى وأتابع الوذنة من هجنة الشحانية مع العملاق سلطان محمد بن سالم الوهيبي. النقلة والدور على مستوى المركز الرابع في هذه اللحظات الظبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم فهد بن حصين النعيمي مضمر ومتابع لانطلاقة الظبي على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس أتابع راهية من هجنة الشحانية مع المضمر المشاغب محمد بن خالد العطية. إذن متابعين الكرام هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، ونعود مباشرة مع الصدارة والمقدمة ومع الريادة ومن تحتل الصدارة ومع الانطلاق الأول في هذه اللحظات. نجدة، نجدة اللي على الصدارة من هجنة الشحانية مع العملاق سلطان محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثاني من الجانب الآخر أرى وأتابع هنا الانطلاقة من النواعس لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم عبد الله بن طالب بن شفيع المري يتابع النواعس على ثاني المراكز. المركز الثالث هنا الوذنة من هجنة الشحانية مع العملاق سلطان محمد بن سالم الوهيبي. المركز الرابع من الجانب الآخر أرى وأتابع هنا الانطلاقة شعار هجنة الشحانية من خلال تواجد المضمر جابر بن سالم بن فاران المري مع شيء من تحتل المركز الرابع. المركز الخامس هنا الانطلاقة من الظبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم فهد بن حصين النعيمي يتابعها. إذن متابعينا الكرام هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، ونداؤنا الثاني يكتمل على مسامعكم، ونعود مباشرة مع المركز الأول مع الصدارة مع الانطلاق الأول. هنا التغيير من النواعس لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع مضمر القرن عبد الله بن طالب بن شفيع المري ليتابع انطلاقة النواعس في هذا الانطلاق المميز. ايضا يقدم شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم على صدارة الشوط وعلى الانطلاق الاول. المركز الثاني ناخذ اللي وصلت المركز الثاني هنا الوذنة من هجنة الشحانية مع العملاق سلطان محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثالث اتابع في هذه اللحظات والانطلاقة من شيء من هجنة الشحانية جابر بن سالم بن جابر بن فاران المري مضمر ومتابع لانطلاقة شيء اللي تحتل المركز الثالث. المركز الرابع رابع التحديات الظبي تنطلق كالظبا شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم مع المضمر والمتابع لها في هذه الانطلاقة المميزة فهد بن حصين النعيمي أيضا شعار مميز مع الظبي لتحتل المركز الرابع. المركز الخامس أتابع اللي تحمل رقم 11 هنا نجدة من هجنة الشحانية مع عملاق المضمرين سلطان محمد بن سالم الوهيبي. إذن متابعينا الكرام هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، ونعود مباشرة مع الانطلاق الأول والتحدي الأول والأمور والسيطرة. هنا الوذنة من تحتل الصدارة مع القيادة والريادة شعار هجنة الشحانية مع العملاق سلطان محمد بن سالم الوهيبي ليسيطر على مجريات هذا الشوط شوط الثاني عشر شوط ما قبل الختام. ينطلقون مضمرين وشعارات أصحاب السمو الشيوخ المزينة أرضية هذا الميدان. هنا الوذنة على الصدارة. المركز الثاني النواعس، النواعس أيضا من الأسماء الخطيرة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم عبد الله بن طالب بن شريم المري، ولكن أتابع من الجانب الآخر الشعارات والأسماء القادمة. هنا شيء
شيء من تنطلق في ثالث المراكز من هجنة الشحنية جابر بن سالم بن فران المري اللي تابعها في هذه الانطلاقة المركز الرابع. يا سلام وتابع من غيرت في هذه اللحظات راهية وركضها راهي وأداها راهي. نعم من هجنة الشحانية محمد بن خالد العطية مشاغب المضمرين يتواجد من خلال انطلاقة راهي على أول المراكز. المركز الثاني هنا الانطلاقة والتحدي من شيء من هجنة الشحانية جابر بن سالم بن فران المري مضمر ومتابع لانطلاقة شيء على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث وتابع الأسماء القادمة وأول القادمين. يا سلام هنا الوذنة من هجنة الشحانية سلطان محمد بن سالم الوهيبي ولكن يا سلام يا سلام الله سير جارف من الحيل. هنا تنطلق بشعارات أصحاب سمو الشيوخ والشعار القادم في هذه اللحظات والاسم هنا دانا من هجنة الشحانية مع العملاق سلطان محمد بن سالم الوهيبي. أيضا أتابع الانطلاقة من جميلة بشكلها الجميل بأداه الجميل سلطان محمد بن سالم الوهيبي ينطلق مع جميلة على رابع المراكز. يا سلام يا سلام نعود مع افتتاح لوحة الكيلو المتر الأخير. دخلنا أجواء الكيلو المتر الأخير عن خط نهاية المركز الأول اللي تحمل رقم واحد على مدرج رقم واحد راهية من تنطلق بهذا الشوط من هجنة الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية اللي يتابع هذا الانطلاق مع راهية 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 من تنطلق بهذا الشوط من تعلن التحدي من تعلن التواجد. يا سلام ولكن ديري بالك هنا جميلة بشكلها الجميل هجنة الشحانية قادم مع العملاق سلطان محمد بن سالم الوهيبي ولكن راهية راهية من تنطلق مع الامتار الأخيرة. ويا سلام يا سلام يا سلام هنا جميلة جميلة وراهية جميلة وراهية يا سلام ولكن جميلة جميلة وراهية راهية وجميلة ولكن راهية راهية مع المشاغب اللي يشاغب مع الامتار الأخيرة. تهانينا وألف مبروك لشعار هجنة الشحانية على فوز راهية بالمركز الأول. المركز الثاني كان الوصول من جميلة من هجنة الشحانية. المركز الثالث كان الوصول من غزلان لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني. المركز الرابع نجدة من هجنة الشحانية. المركز الخامس كان الوصول شيء من هجنة الشحانية. تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام لمالك راهية شعار هجنة الشحانية مع المضمر المشاغب محمد بن خالد العطية. والتوقيت الزمني 8:12 87 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني كان الوصول من جميلة من هجنة الشحانية والتوقيت الزمني 8:13 من الثانية بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس للمضمر العملاق سلطان محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثالث كان الوصول من غزيلان لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني غزلان نعم مع المضمر محمد بن علي بن حسين بن جرحب. والتوقيت الزمني 8:14 58 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.